أحسن الله إليكم، يقول لدي زوجة بالسودان وشعرت أن علاقتها متوترة مع والدتي، ولدي الرغبة بأن أرجعها إلى أهلها، علما أن الوالدة ليس معها أحد يساندها، هل هناك ذنب؟ وما توجيهكم وفقكم الله؟ عليك بالإصلاح بين والدتك وزوجتك، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال ويذهب ما بينهما من الاختلاف. أما إذا استمر النزاع بينهما ولم يحصل الاجتماع بينهما، فلك أن تجعل زوجتك في مسكن مستقل عن والدتك، وتواصل البر بوالدتك وزيارتها والبقاء والجلوس عندها. نعم، أحسن الله إليكم. والنفقة عليها. نعم، عن الوالدة. نعم.